رفات القديسين، تخيل رفات عظم وشعر وعصايا بتاع رفات القديسين بيسجدوا لها وبيطلبوا من الخشبة كأنه إله يسمع ويستجيب، وبيقيدوا السموم حواليها ويقولوا السلام لك أيها الصليب، السلام لك، السلام. هذه من الكلام كتير. شوف بقى مين اللي بيعمل الكعبة ومين اللي بيعمل الكعبة. صحيح يا فندم. هو ايه اللي اوفر؟ ايه هو اللي اوفر يا استاذه؟ انتوا مش دايمانكم؟ هو الشعر بتاع القديسين ده مش محطوط في تحطوه في انابيب وبتقعدوا تباركوا بيها؟ ده العبايه بتاعت الانبا كرولوس، البابا كرولوس، بتوزعوها حتت قماش قاعدين بتوزعوا فيها وتقولي لي مش قوي كده؟ بالظبط. احنا عندنا القماشه بتعمل معجزات. يا نهار ابيض. اتفضل يا عم. بركه. حته القماشه بتعمل معجزات. حتة القماشة. أستاذة مريان، تقدر تلمس الصينية اللي بتحط فيها الله؟ لا. تقدر تلمسيها يا فندم؟ بتقول لك شوف اللي بيقوم على الكراسي زي أستاذ عادل اللي كان بالمصيف. صح. بيبقى مشلول بس ساعات بيتريح رجله شوية من الشلل، بيتحرك ويقوم وبتاعه كده. يا أستاذة، تقدر تمسك الأواني المقدسة؟ تعرف إيه أنت عن عظمة القديسين؟ طب بس قولي لي تعرفي تلمسي الأواني المقدسة اللي محطوطة على المسبح؟ ليه الكاهن بس؟ يعني تخيل الصينية أحيه، وبتتكلموا عن الحجر الأسود اللي هو إحنا لا بنعبده ولا نعتقد إنه هو بيضر وينفع ولا أي حاجة، مجرد إن إحنا بنعمل شيء فعله النبي بس، وفكرة إنه هو بيحط الخطايا ليس لذاته بل للفعل اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، زي ما الوضوء بيحط الخطايا، زي ما المشي إلى المسجد بيحط الخطايا، زي ما الصلاة بتحط الخطايا، زي ما الصوم بيحط الخطايا بس. لكن انتوا عندكم الصينية اللي بتحطوا فيها الله ما ينفعش حد يلمسها. ايه الصينية يعني؟ ده ممنوع الشماس يمسكها، يعني لو واحد دياكن ما يقدرش يلمسها، ولا ارشدياكن حتى. الارشدياكن يمسكها في حالة واحدة، اذا الاب الكاهن مش موجود جرى له حاجة. لكن في الوقت الطبيعي ممنوع. مش ممكن. ممنوع. ولما بيغسل ايده ممكن الشمامسه يشربوا منها، يشربوا يحطوها على بقهم كده ويشربوا. تخيل ايه المسخره دي؟ اسمها ايه المعلقه؟ بنسى اسمها والله. المستير يا استاذ. المستير ده يا فندم يعني امه الصليب كلها بتشرب منه، يعني امه الصليب كلها في الكنيسه بتشرب من المستير. اللي هو ايه ده؟ يعني ايه قمه المرض ده؟ ده انتوا سبب انتشار كورونا يا جدعان. احنا عندنا حد لمن استطاع اليه سبيلا، يعني اللي مش قادر يروح خلاص. انت شو خصك يعني؟ انت داخله بتعترضي عليا ومش عايزاني اقول لك وانت مالك؟ انت بتقولي لي انت مالك، طب ما انا اقول لك وانت مالك يعني. اهلا بيك. تخيلوا الصينيه، يعني الصينيه بقى ما نقدرش نعمل كده. بصي تين، لا دي ممنوع صينيه، لا اوف، دي الصينيه اللي بتحط فيها الله. انتوا بجد ايه يا جدعان الوثنيه دي؟ يعني ايه وثنيه اكتر من كده يعني؟ الله محطوط هنا، الله بنحطه هنا يا جماعه. طب لو معلقه من الدم وقعت على قميص واحد يا دكتور بيحرقوها اظن، بتبقى كارثه. شوف يا اخوي معاذ هذا تغيير ستار الكعبه، واقفين عليه برجليهم، واقفين فوق الكعبه على برجليهم. تقدر انت تقف على المذبح برجلك؟ تقدر تطلع انت على المذبح برجليك؟ اتحداك. رجليك ايه ده؟ ولا بايده. عارف يا استاذ معاذ اللي بيحصل لو الدم وقع على القميص او جلابيه واحد؟ الاب الكاهن بياخدها وبيغسلها وبيشرب الميه اللي هي بتاع الغسيل بتاع القميص ده. صح. شوف الاستاذه مريم بتقول تعالى على الكنيسه يوم الاحد وهات الاراجوز، تعالى بشر في الكنيسه عندي عزماك. ما ينفعش انت تبشري، اصل فلتخرس نساؤكم في الكنائس، فانت عشان كده عايز راجل هو اللي يتكلم صح؟ مش كتابك بيقول كده فلتخرس نساؤكم في الكنائس؟ المؤخره دي انت بتقول لي، معلش يا اقوم بالله عليك، انت بتكلمني عن شرح غسيل المؤخره. احنا موجود عندنا الطريقه، تمام. انت بقى بتعمل ايه؟ لا انت بتعبد المؤخره بتاعت يسوع، ايمانك، انت بتعبد الناسوت المتحد باللاهوت. الناسوت ده عباره عن ايه؟ افتح اقلع هدومك لمؤاخذك ووقف قدام المرايه، اللي انت شايفه ده انت بتعبده عند يسوع. ايه رايك؟ اللي انت شايفه ده الغلط يا استاذ، انت بتعبده عند يسوع كله. ده ما ينفعش اصلا، قدامه ورا. استحمى قبل التناول، ما ينفعش يقرب على الميه ولا يستحمى قبل التناول. انا مالي ومال التناول يا اخوان؟ الكتاب اللي هو
هو ايوه انت بتعبدي جسد المسيح يا استاذ، اهو شوفي انت مسيحيه وجايه بتقولي تعالوا بشروا في كنيسه وانت مش عارفه اصلا ان انت بتعبدي جسد المسيح المخلوق، لان هو متحد باللاهوت اللي هو ايه يعني. تخيل انت بتعبدي مخلوق انت ما كنتش عارفه، انت لسه عارفه النهارده، انت طول عمرك مسيحيه. يعني انت مثلا عندك 45 سنه اول مره في حياتك تعرفي ان انت بتعبدي جسد المسيح المخلوق المتحد باللاهوت، عشان ما ينفعش اقول الجمله كده لوحدها، لازم اقول المتحد باللاهوت. واحده قاعده بتتكلم بتقول انتوا عاملين زي الاراجوزات وبتاع، لا نعرف نرد عليها وبدون ما نغلط على فكره. يعني انا اتحدى واحد مسيحي يجيب لي كلمه انا قلتها غلط، مش هعرف اشوفه دلوقتي يا اخي، بشوفه بعد البث ان شاء الله او بكره، يعني بصراحه مش ببقى مخلص على اخري. يعني اتحدى واحد مسيحي يطلع يقول ان انا قلت جمله واحده في ايمانكم مش صح. في حد مسيحي يقدر يثبت؟ في مسيحي اللي كنت بناقش امبارح انت معاذ موجود ده؟ لا ما هو انتوا يا جدعان طالعين كنيسه يا جدعان، ما تقولوا ازيكم السلام عليكم مساء الخير اي حاجه. قلت بس انت يعني انا قلتها بروحي يا اخي باللاهوت. الرب يبارك حياتك. مش مسألك في الاغنيه اللي انت قلتها نسيتها.